رح نحكي اليوم عن مرض انسداد شرايين القلب، شو فينا نعمل لحتى نتفادى هذا المرض. تعتبر أمراض القلب وخاصة أمراض شرايين القلب من أهم أسباب الوفيات في العالم، بس هذا ما بيعني أنه نحن ما عندنا القدرة لحتى نحد من خطورة هذا المرض. تنتفادى أمراض القلب لازم نبتعد عن التدخين بجميع أنواعه وعن مناطق المغلقة اللي بدخنوا فيها. بعدين لازم نعمل رياضة كل يوم على القليل نص ساعة 5 أيام بالجمعة، ولازم نتبع نظام غذائي صحي متوازن. نظام النوم كتير مهم لحتى نتفادى أمراض القلب. النوم الصحي ضروري جدا، لازم ننام ما بين 7 و9 ساعات، ولازم نبتعد عن التوتر والتعصيب. كتير مهم انه نزور الطبيب بشكل دوري ونعمل فحوصات دورية لحتى نكمش القصص على بدايتها ونعالجها بطريقة سهلة. عند كل زيارة طبيب لازم ناخد ضغطنا، لازم نعمل فحص كوليسترول مرة كل 5 سنين بعد سن 18 وقبل إذا في عوامل وراثية، ولازم كل سنة نعمل فحص سكري والمخزون حتى لو ما في أي عوارض، لأنه صدق المثل اللي بيقول الوقاية خير من العلاج.